شكل معليش روح استغفر الله ولا إله إلا الله. خوتنا السلام عليكم، من فضلكم بارطاجيو لنا كاع في الصفحات تاع الزملاء، من فضلكم طلعوا معنا برك، عندنا رسالة برك نوجهوها باه الناس كاع تفهم. وراه معنا خويا كمال دائما حاضر ودائما مع الزباولة ودائما واقف ودائما يتكلم على الأمراض المستعصية فيما يخص الناس اللي عندهم أمراض السرطان والناس اللي عندهم مرض الكلى وغيرها، يعني الناس اللي راهم على الفراش. المهم انا بشهاده العين تاعي واش كاين وكاع يا خويا طلعوا معنا باش تسمعوا كاع الاحداث على مجريات نهار اليوم. بارطاجيو لنا في جميع الصفحات دوك نشوفوا مكان ونحكوا عليه. هكذا خاوتي هذا وين خرجنا ودوك تسمعوا واش كاين واش ما كاش وضك ايه وضك لا لا ما نعطيك الكلمة باش تعبر عن شعورك عبرك ما ايه زي ثان بارطاج خسارة. رانا نهضروا على القضية يا خويا، خلي السلطات الأمنية تسمع، خلي الناس قاعد تسمع. بارطاجي يا خويا ثاني، لا البارطاج خسارة في خو قضي قضيتي وقضيتك مرتبطة مع بعض. بارطاجي يا خويا كاين مكان منا فضليلة بارطاجيو لنا يطلعوا معنا خاوتنا بارطاجي مازال ما طلعوا والو. المهم هاك بدا على بركة الله مع هذوم بعد الناس اللي راهي راقدة ولا بعد يتفرجوا اللايف فهمني. سقسي الصوت برك هاك تهبط هاك تغلق له واسمع شنو هو دوك ديكلاريتي ولا الصوت راه مليح؟ الصوت مليح جماعة كيري يعلقوا لك على الصوت من بعد بارطاجيو يا جماعة باش تلحق الأعلى هرم من السلطة. انا بالعقل يا خويا امين احنا رانا تشوفنا اقول لك الصوت مليح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول لكم يا جماعه السلام عليكم. هذا سفيان قال لك شكون انت؟ ما كان لا تحوس عليا شكون انا. انا هو انا وانت هو انت. بون يا جماعة الخير، أنا باش يقول لي واحد راك راح تخدم بالقضية ولا راح تخدم بالناس هذو ولا راح تقول بهذو، أنا راني مسوي، أنا راني مسوي وأني نخلص والحمد لله والعاقبة ليكم إن شاء الله. أنا تسويت في فيفري 2021 وراهم خلصوني غير كيما والحمد لله إن شاء الله قاعد إن شاء الله قاعد تنالوا مراتكم وقاعد تخلصوا إن شاء الله.
اليوم كان عندي لقاء في الناحية العسكرية الأولى على الأمراض المستعصية وعلى جماعة علي كونسير اللي كنا دفعنا لهم هذه مدة قريب عام، منهم معمر هذا كي كانت عينه خارجة، هذاك تاع شرشاد ربي يرحمه أو توفى، وللآن الزوجة تاعه ما زال ما خلصوهاش ليومنا هذا. أنا في الحقيقة الرسالة تاعي للسلطات اللي نقول لهم من المنبر هذا الله يهديكم، الناس راهي بالكونسير، الناس راهي بالكونسير، ما فهمناش كيفاش نهضروا معاكم، احنا ما فهمناش، الناس راهي بالكونسير. ورانا كل ما نروحوا نسقسيو في دالي ابراهيم ولا نروحوا نسقسيو هنا في لاكاس تاع بليده وما كانش كان والو، ما كان والو. علاه يا سيدي؟ يا اخي من باب الانسانيه، يا اخي من باب الانسانيه انكم تسووا هذا الناس، من باب الانسانيه الناس هذه راهي تموت وراهم في لي زيطاب الاخرين، راهي في لي طاب تاعهم الاخر. يعني باش تبعث له كونفيرماسيون يروح يفوت خبره طبيه تاعو كاش ما يفتح عليه ربي بهذيك 10% ولا 20% ولا مانيش عارف انا شحال كتب له ربي يدي، ما كانش اللي اللي يشوف الفئه هذه مسؤولين. الله يهديكم يا اخي، واش راح نقول لكم، انتوما المسؤولين تاعنا، انتوما المسؤولين تاعنا. وعلى يا سيدي هاوري يقولوا يا سيدي هذا الناس باش تبعث لهم كونفورماسيون باش يروحوا يفوتوا الخبره تاعهم، مرض بالكونسير. عندنا يا سيد مريض بالكونسير الدم، عندنا تاع الجلفه، عندي تاع عبد السلام تاع مفتاح، عندي الناس راهي مريضه بالكونسير، والكونسير عافانا وعافاكم الله، ما يرحم حتى واحد. مع الفراش الناس الكل احنا كل معرضين للموت في اي لحظه، ماشي نقولوا حنايا احنا بالصح. هذا الناس يعني راهو الامل تاعو في الحياه او مكاش، راهو مكاش. يعني يا سلطات انا راني نوجه في رساله، الخطاب تاعي ليكم انتوما المسؤولين تاعنا، من قادات تاع العسكر للقادات تاع السيفيل، انتوما المسؤولين تاعنا. يا سيدي شوفوا لنا في الناس هذو، الله يهديكم، الله يهديكم. انا واش نقول لكم، انا الله يهديكم. يعني يعني واحد مريض بالكونسير نبقاو حنايا حضرات وكيف هذايا والكونفيرماسيون تاعو جات، يا سيدي معليش شوفوا غير كيف ديروا، فوتوه للخبره الى مات ولادو يخلصوا، عاونونا. هما عاونونا في الحقيقه المسؤولين تاعنا هنا تاع البليده، عاونونا وبارك الله فيهم. بصح هما خلصوش الناس، المشكل ماشي هنا في البليده. هاو السيد هذا معمر تاع 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 شرشال لي عينو خارجه، هذا درنا عليه لايف المره اللي فاتت، راهو متوفى، وراهو بزاف منهم توفاو عبر القطر الوطني. يعني ما فيها والو يا اخي انك تشوف للناس هذه، ما فيها والو يا اخي. انتوما قلتوا تسوي هذو الناس تسواو مما بالانسانيه، والحمد لله راكم سويتوا من بينهم ناس كيما دحدوحي كيما جماعه بارك الله فيكم. يعني مزيد ما يعني ما ترطلوش، يا ما فيها والو. كونفورماسيون شنو هي مستخرج اشعار من الشطر، هذا ما كان ماش كونفورماسيون قال حاجه كبيره ولا حاجه راح تخدم عليها مش عارف انا ملفات عام. يا رب الكريم كونفورماسيون ما تلحقش تاع واحد مريض راح يموت عام، ما تلحقش والله العلي العظيم. غير 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 عيب، اقسم بالله غير عيب. كقادات الله يبارك، كقادات في البلاد وكقادات في 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 قاره افريقيا، توما الزعماء الكبار، ما الناس مرض بالكونسير. يعني والله العظيم ما فهمنا كاع، شكر هنا والله ما فهمنا على مستوى الناحيه الاولى، والله ما فهمنا. يعني احنا كي نجوا من الناحيه الاولى تاعنا مع المسؤول تاع الناحيه الاولى بارك الله فيه، يعني يهدر ويقول لك احنا رانا قدم درنا بعثنا للوكور باش يبعثونا صوالح، ومازال لحد الان ما كان والو. يعني وقتها هذا لحد الان ما كان والو، وراح يكون عندي هذه المره تدخل اني طالع عند ابراهيم نشوف علاه ما بعثتوش هذه الكونفيرماسيون للناس، علاه ما بعثتوش كونفيرماسيون للناس هذو المراض. يا سيدي واحد صحيح قال يقدر يستنى، راهو خدام على روحه، راهو يخدم على روحه يجيب في قوت ولادو يقدر يتسنى، بصح هذا راهو مريض يا صاحبي،
راه مريض وكما نجوش حنايا ما كما يروحش هو شكون يجيكم راه مريض بالكونسير عافانا وعافاكم الله يعني شوفوا الوجه ربي يعني الوجه ربي الوجه ربي يا الوجه ربي شوفوا الوجه ربي يا سيدي وشوفوا الناس هذو الميدان يا الزهير الناس هذه ما تخرج هاو يا الزهير تقول لي الميدان ميدان ميدان ما يخرجوش ما يخرجوش دحدوحي ما عندوش ملف عسكري صاحبي انت ما تعرفش دحدوحي كما نعرفه انا يعني الناس هذه ما تخرجش خلينا ما الغاشي الله يرضى عليكم انا نحكيوا على الناس هذوما اللي راهم بامس الحاجه لهذه التسويه باسكو الناس هذه ماشي تشوف المستقبل تاعها هذه الناس هي تشوف المستقبل تاع عائلتها والضامن في ربي في الملك ربي سبحانه وتعالى احنا الرساله تاعنا هذه ماشي موجهه للمشطوبين انا الرساله تاعي باش تبارطاجيوها باش توصل لاعلى هرم في السلطه باللي هذو راهم ناس ضحات على البلاد هذه وراهم مرض ذكا بالكونسير كانوا في عز شبابهم كانوا بقوتهم وشبابهم كانوا يضحيوا ويقدموا للبلاد هذه وذكا راهم مرض بالكونسير راهم ما يقدروش حتى باش يجيبوا قوت ولادهم يعني ما فيها والو ما فيها حتى حاجة أنكم تخفوا شوية عليهم وتشوفوا الوجه ربي وتفوتوا للناس هذه خير ما نبقاو نديروا احنا صوالح اللي انتم ما تحبوهمش انا هضروا مع الدولة معاكم قاع شوفوا للناس هذه الوجه ربي الوجه ربي الوجه ربي سبحانه وتعالى شوفوا للناس هذه المرضى هذه شوفوا لهم حل شوفوا لهم حل انا عندي عامل دفعت الدواسة تاع الناس هذوما لهنا في البليده ما كانش ها معمر هذا يا تاع الشلف مقطع رجله ساكن في 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 في, في حانوت قدم هذا في شبابه قدم هذوك الله غالب معوق عندنا الربيع بخاري هذا كلوة ميتة وكلوة هذيك راهي بالخيوطة 12 سنة خدم يعني ما يعني تشوفوا وجه ربي يعني الناس هذه خدمت ما فيها والو انكم تعاونوهم عاونوهم الوجه ربي عاونوهم الوجه ربي احنا ما نطولوش في هذا اللايف انا الرسالة تاعي موجهة لرئيس الجمهورية والقادة القيادة اللي معاه والطبقة السياسية هذه الكبيرة هذه والبرلمان هذوما الناس هذه راهي ضحات على البلاد هذه احنا نورمالمون مجاهدين ما حبيناش نقول لكم انا مجاهد والناس هذه مجاهدين يعطونا صفة المجاهد اعطونا صفة المجاهد على راكم تديروا لنا هكذا علاه هذاك اللي حارب الثورة تاع التحرير الوطني واش وانا وياه واش الفرق بيناتنا هو حارب بالرصاص وانا حارب بالنوار ما كانش فرق بيني وبينه هو حارب بالرصاص انا حارب بالرصاص مدينا صدورنا وحنا مدينا صدورنا لهذ الناس والناس هذه اللي راه مرض ذوكا بالكونسير راه يمد سترها في الوقت اللي كان البلد محتاجنا بلا مزيتنا باسكو حنا ولاد البلد هذه انا ما نطولوش في الرساله تاعي اني تقلقت اليوم وانا عندي السكر ووليت نعرق يعني ما يعني يعني مانيش حاب نجبد الاسماء تاع ديال ابراهيم هذو بصح يا خويا الله يهديك اني ثاني نوجه رساله ونختم الله الله يهديك يا اخي كونفيرماسيون تاع واحد مريض نبقى دائما جاي عندك انا الله يهديك علاه ما تبعتش السيد راهو يموت والناس راهي تموت على سيدي ما يفوت ولاده ومن بعد كي يموت تقول لي ما هذا ما كاش كيف يفوت الخبره والتسويه بالملف الطبي هذا ما كاش كيف يفوت الخبره باسكو مات ها فوتوا دوكا من بعد كي تلحقوا الاخر ها معمر هذا يا فوتوه بارك الله فيكم يا اخي فوتوه بصح السيد ما خلصش مات ها مات ولاده ماهوش يخلصوا دوكا وعلاه شي عيب ماشي عيب بلاد بحجم قارة افريقيا هذه ثروات الله يبارك ماشي عيب واحد وليد بلادك مية ولادو هكاك ماشي عيب وكاين منهم بزاف على مستوى القطر الوطني انا ماش نهضرو بمستوى القطر الوطني بصح هذه رسالة عم مستوى القطر الوطني وراني جاي باسكو انا اللي مديت لك الملفات تاع المرضى هذوما في دال ابراهيم ومديتهم في البليده راني جاي لعندكم ونشوفوا سيدي كيف على ما تبعثوا لناش الكونفرماسيون تاع الناس هذه وما تفوت
يا خويا، وان شاء الله ربي يفرج علينا ويفرج عليكم ويفرج على الناس هذيا، والله يشفي كاع جميع مرضى المسلمين. وانا ما نجي وانت يا عشريه اوت سكي قدام على باليش، احنا مانيش جايين هنا باش نطلعوا الناس، خاصكم تحبوا تطلعوا غير في ليله في الاخرى ونمد الاشياء يا واخا. ما نطلع حتى واحد انايا، انا ما نطلع حتى واحد. عندك هضره عندنا نهضروا في الميدان، ما عندنا حتى هضره احنا ما تهضر. انا وحيد القوشي صاحبي وحبيبي، وانت صاحبي وحبيبي، مانيش جايين هنا باش نطلعوا الناس، انا جايين نهضروا هضره، نبلغوا رساله للسلطات تاعنا تاع الدوله باش يشوفوا لنا حل لهذا الهم، هذا الهم اللي رانا فيه واللي ما حبش يخلص كاع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم خاوتنا السلام عليكم، انا رساله موجهه الى رئيس الجمهوريه والى السلطات الامنيه في اعلى هرم في السلطه والقياده كاع اللي معاكم، باش تكونوا على علم. احنا جينا على مستوى الناحيه الاولى بالبوليده، بارك الله فيه، على المسؤول اللي راه قايم على الناحيه الاولى قال لك انا راه مشكل الفوق، يعني على مستوى ديال ابراهيم، قال لك انا الى راسلوني نرسل لكم. الى يومنا هذا ما كان والو، الى يومنا ما كان والو، باسكو احنا على مستوى الناحيه الاولى بالبوليده كثر خيرهم. وهنا باش تعرف باللي الاشكال راه واقع على مستوى ديال ابراهيم، مالا رانا طالعين لديال ابراهيم ونشوفوا هذا الخلل، والله ما رانا حابسين وماناش فوضويين، وحنا ماناش تاع فوضى. احنا باش ما تكونش التهم قال على راكم ساكتين وعلى راكم غايبين، انا نغيب ونسكت، وكي تكون حاجه موثقين منها ومن مصدر موثوق رانا نهضروا عليها، ورانا نهضروا باللي الخالل راه في دار ابراهيم، ورانا جايين باذن الله لدار ابراهيم. والله ما رانا حابسين وماناش فوضويين وخاطينا لهذ الامور، باسكو على الدوله كرهت هذاك باش تركب لي تهمه. انا ما تركب ليش تهمه، وراني نهضر للسلطات الامنيه في اعلى هرم في السلطه باللي هذا هو الشيء اللي راه صاري. بعثونا الناحيه الاولى، رانا جينا الناحيه الاولى وعده مرات، اما اليوم راه قالنا باللي المشكل ماهوش عندي، قال لك لو كان بعثوا لي انا نبعث لاولادي ماشي مشكل. بارك الله فيه، نحييه تاع الناحيه الاولى على مستوى البوليده للمسؤول. احنا ما نذكروش الاسماوات، ولكن رانا جايين لديال ابراهيم، وخليها كيما بغات تخلص، الله غالب، انتوما راكم حابين هكا. وسمحوا لنا خاوتنا، وهذه رساله موجهه للرئيس الجمهوريه والى السلطات الامنيه في اعلى هرم في السلطه واللي معاه. تكلم شي كيما حبت تخلص يا خويا. انت وعدتنا، انت قلت لنا، انا ما قلنا لك والو، انت اللي قلت لنا، احنا قلنا للناس، دوك انت دبر راسك بالناس. احنا انت وعدتنا قلت لنا يا ودي نبداو في الانشغالات، نبداو ان شاء الله منا مستقبلا يا خويا. ما فهمناش هذه مستقبلا وقت تحت الحق، هذه مستقبلا وقت تحت الحق. انا والله مانيش عارف، انا مانيش نهضر لك على الناس اللي صحاح، انا نهضر لك على الناس اللي مراض. الناس اللي مراض يا اخي العزيز، يا خويا واش راح نقول لك انا؟ ما صبت كيفاش نقول لك انا، ديرها في روحك، ديرها في واحد من عائلتك مريض في الكونسير ويستنى في الموت. ديرها ولادو، ديرها، شوفها باللي في نفسك يا اخي، شوفها في نفسك، والله يدير الله يطيب النفوس، والله يهدي البال يا اخي، والله يهدينا ويهديكم، والله يهدينا ويهديكم في الناس هذه، يعني اللي راهي مازال ليومنا هذا مازالها تتراوح. ما الخلل احنا ما فهمناش وراه. علاه ما كونفيرماسيون هذه مانيش عارف، انا لك راح تجيبوها من مالي ولا راح تجيبوها مانيش عارف منين، انا مانيش فاهم انا كونفيرماسيون تاع واحد مريض بالكونسير من راح تجيبها، انا مانيش فاهم راح تجيبها. نورمالمون تجيبها سهله، نورمالمون زيد سهل، وهي كاع مستخرج اشعار من الشط، نورمالمون تزيد سهل له، هذا مستخرج اشعار من الشط اللي تجيبوه ثم يقعد بالعام بالعامين بالسنين. الله يهديكم يا اخي، الله يهديكم، الله يهديكم، والله ينوركم يا صاحبي. ريقلونا الناس هذو، الله يهديكم، الناس هذي راهي تموت، ريقلونا الناس هذو، ما الله يهديكم. الناس راهي امراض مستعصيه، يعني قلتوا توما هذو نسبوهم من باب لا ماشي من باب، قال لك من باب الاحسان، مش هكذا نسيتها كاع كيف قال انا، وانا حاضر الانسانيه من باب الانسانيه، من باب الانسانيه قلتهم، وانا حاضر شاهد عليكم كي قلتوا نسووا هذا الناس من باب الانسانيه، انا حاضر. ها سويهم من باب الانسانيه يا اخي،
هذا سويهم. احنا وعدنا السيد العيد عبد السلام هذا باش يدير هذاك الراديو تيرابي ولا اسمه راديو تيرابي ولا شيميو. وين يدير الراديو تيرابي هذا؟ يدير 40 مليون بنشر. وين يدير؟ يمشوا مع بعض. وين يدير؟ يمشوا مع بعض. وين يروحوا؟ روحوا ثاني ذوك نروحوا لان جاوا نديروا احتجاج باش توعنا يروحوا يدخلوا يديروا راديو تيرابي. الله يهديكم يا اخي. هذا واش بغيت نقول لك؟ فوتوا الناس هذوما ام يداويوا على روحتهم، ام يداويوا على روحتهم. يا البلد يا 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 مسؤولين مليون ونص شهيد. ختم ختم روح. خلاص ختم، انت فرغت على قلبك وخلاص. الرساله راهي واضحه. يا اخي يا خاوتي يا جماعه، الحقوق كما قال جمال بولال تؤخذ ماشي تعطى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتنا بدون اطاله، مهم هذا لايف، راه رساله راهي واضحه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.